موائد رمضان موائد مخيفة جدا، والعزومات هي أكتر طريق لبوظان الوزن. ساعات يتحول رمضان من شهر مفروض فيه إنك تجوع، ده هو ده العبادة، إن أنت يعني ربنا بيحدد أكلك جدا جدا وشربك ساعات كتير ممنوعة، لكن في ناس بتحوله إلى يعني كارثة. إذا كان عيان عارف إنه عيان، عندنا أربعة مهمين جدا، الضغط والسكر والكلى والكبد. الأربعة دول مرضى مهمين جدا 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 في حكاية أصوم ولا لأ. الكبد كده إذا كان شكله وحش وتليف لكن وظائفه سليمة، إنما تأثرت الوظائف حذارت صوم. في مريض كبد متليف بس كومنسيتد، في مريض فيروس سي وتعالج او ما ريفراكتوري، في فشل كبدي مزمن، واحد زرع قلب وبيجري وبيجري عادي ما فيهوش مشكله. في ناس فاكره ان ما دام عييت بقيت عجز. اسف، مريض السكر عشان نحط له قواعد بقى، في ناس بتاخد انسولين وفي ناس ابو انسولين مش حاسوم، ما ينفعش ايا كان خالص. القضيه ايه؟ احنا بنموت ليه؟ ايجينج. ايه هو الايجينج؟ ايه هو الشيخوخة؟ ايه هي؟ تصلب شرايين. اولا واخيرا تصلب شرايين. قالوا ان الامر متعلق بالقلب مش بالعقل، عقل البشري اضعف مما نتخيل، بدليل ان قمه العقول ممكن توديهم لهوايه. الزنا في غير رمضان حرام، والزوجه حرام في رمضان، الخمر حرام في غير رمضان، والميه حرام في رمضان، يحرم عليك الحلال فتعرف قيمة ربنا. لو قلنا ثلاث حاجات لازم ناخد بالنا منهم، نقول ثلاثة مثلا، ثلاثة في رمضان؟ ثلاث حاجات. أكلك ناخد بالنا منه، عبادتك، أخلاقك. الأستاذ الدكتور حسام موافي، عضو مجلس جامعة القاهرة، عضو لجنة الإعجاز الرباني بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الرئيس الشرفي لجامعة النهضة، عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات دورة 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العين، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العين، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحث منشور في المجالات العلمية المحلية والعالمية، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. موائد رمضان موائد مخيفة جدا، والعزومات هي أكتر طريق لبوظان الوزن. ساعات يتحول رمضان من شهر مفروض فيه إنك تجوع، ده هو ده العبادة، إن أنت يعني ربنا بيحدد أكلك جدا جدا وشربك ساعات كتير ممنوعة، لكن في ناس بتحوله إلى يعني كارثة. أنا معزوم 60 مرة. 60 مرة؟ 60 مرة في رمضان؟ يعني في اليوم مرتين؟ فطار وسحور، فطار وسحور، فطار وسحور، 30 مرة. الوسطية. احنا بنتكلم لسه في الوسطية. الوسطية في كل حاجة. جميلة جدا. كان واحد برضو في أول ما تخرجت بيقول لي ما تقولش عن كل حاجة. أنا قعدت أفكر بقى شهر كده، كنت امتياز لسه شهر. طب افرض جالي واحد عنده سرطان، وأنا عايز أطمن، تقول لا ما فيش حاجة، وأنا مت. ده راح في داهية ليه؟ هيقعد على بال ما يكتشف مرض شهرين ثلاثة أربعة، واحد زرع قلب وبيجري وبيجري عادي ما فيهوش مشكلة. في ناس فاكرة إن ما دام عييت بقيت عجز.
اسف في مريض كبد متلايف بس كومبنسيتد، في مريض فيروس سي وتعالج او ريفراكتوري، في فشل كبدي مزمن. اللي يمنع الصيام في الكبد الوظائف مش الشكل، يعني ممكن يكون عندي تليف كبد، ده شكل وظائف كبد بيرفكت. الكبد كده اذا كان شكله وحش متليف لكن وظائفه سليمه جدا، انما تاثرت الوظائف حذاري تصوم. فوائد الصيام، هو طبعا اي عباده ما فيهاش اكسبلانيشن، ما فيش تفسير لاي عباده، وانا ضد ان احنا نقعد نفسر. يعني يعني ما انا مش مع ان انا بصوم عشان اصله له فوائد كذا، وببني افكار تفسيريه طبيه على شيء بتطلع في الاصل، ده ممكن يضر. يعني انا السنه اللي فاتت قعدت في قعده معينه حصل عليه خلاف علمي، قلت لهم انا ما بصومش عشان الصيام بيفيدني طبيا او صحيا، ده معنى كده ان انا لو اتطهرت طبيا وصحيا بعد الصيام يبقى بقول ان الصيام اضرني. لا، هو انا الصيام ده فريضه، ملوش الفرائض ملهاش علاقه بالقواعد الطبيه. هقول لك يا ايمن حاجه حلوه جدا، اولا احنا كل مذاكرتنا ومعلوماتنا يا كتب انجليزي يا امريكاني، ما عندناش لا عربي ولا سوداني ولا نيجيري خالص. احنا يا انجليزي يا امريكاني، ما عندهمش صيام. ما عندهمش صيام، اذا الباب ده مش مكتوب. انا ايام شور ان الصيام مفيد، انا على يقين من هذا. انا بطلع من رمضان صحتي كويسه جدا، وانا كمان جدا الحمد لله جدا. يبقى في حاجه بس انا مش عارفها، هعلق صيامي لحد ما اعرفها. متاسف. طيب بتبوس الحجر الاسود ليه؟ او الاسعد؟ بتطوف حوالين الكعبه 7 مرات ليه؟ اشمعنى مش 8 مش 5 ولا 6؟ انت مطالب باعمال العقل بس في الحدود. افلا يبصرون؟ افلا يعني يعقلون؟ ذكرت كتير جدا في القران. انت مطالب باعمال العقل، ما فيش شك في كده، بس انا عقل على قدك. على قدك. الحتة تقول لي أنا كنت قاعد مع واحد يعني شخصية كبيرة جدا في مركز كبير جدا علمي، مش مركز سياسي، مركز علمي، فبيقول لي هو الدين نزل ليه؟ مش عشان أبقى مؤدب ومهذب ومحترم؟ قلت له آه. قال لي طب ما أنا مؤدب ومهذب ومحترم، لا داعي للصلاة ولا للصوم ولا كلام. لا إله إلا الله، والله العظيم أقسم بالله. ما هو دي، فأنا إيه قلت يا رب الهمني الصبر، اعرف لا اعرف اجاوبه. اجاوبه طبعا. رحت ماسك الموبايل قلت له حضرتك بتعمل كده بيطلع لك محمد. قال لي صح. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي ما اعرفش. قلت له برضو دي لما بتلمس الارض بتحصل حاجه انا مش عارفها. زي ما انت، طب ما انت مخك عجز، طبعا في ناس عارفين بس مخك عايز انك تضرب على الموبايل يطلع لك واحد تمام، او يطلع لك رساله او فيس، كل الكلام ده علم. طيب ما انا دي لما بتلمس الارض بتحصل حاجه انا مش عارفها برضه. يعلمها الله. بص انها لا تعمى الابصار، ايوه، ولكن تعمى القلوب. هي دي الايه اللي استدل بيها بقى الاستاذ. لا تعمى الابصار، المساله مش مساله عين. لا، الراجل اللي بتحرش ببنت قد كده تمام، تنطبق عليه الآية وكأنها نازلة عشانه. أنت بتشوف البنت دي تجيب لها شوكولاتاية لا تثيرك إطلاقا، هو ما شافهاش كده، إنما تعمى، هو قلبه تعمى فشافها أنثى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنا غير مطالب إطلاقا بتفسير أي عبادة. هقف على عرفة لحد المغرب، حاضر. هتنزل مزدلفه تلم الحصى وتصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وتصلي الفجر وتطلع على منى ترجم ابليس الكبير، حاضر. تطلع على مكه تعمل طواف الافاضه، حاضر. تخش على السعي، حاضر. تصلي العصر 4 ركعات، حاضر. المغرب 3، حاضر. حاضر. الفجر 2، الله. ما حدش بقى يقعد، انما إن اعمال العقل بقى في الصيام. انا شغلت مخي في الصيام، لقيت بيوت اتربت على العيب وبيوت اتربت على الحرام. ايوه، نقطة مهمة جدا. لا نفرق بينهم. هقف عندها. نفرق بس، اصل في ناس هفرق. عندها لخبطة بين العيب والحرام.
واحد ابنه شرب خمرة. عيب عيب يا ابني، شرب الخمرة ده عيب. طب ما يروح أوروبا مش عيب، هو في مصر عيب لكن أوروبا. إنما في واحد تاني الخمرة حرام يا ابني، في مصر حرام وفي إنجلترا حرام، لأنك بتغضب ربنا. هذا هو الفرق. رمضان جاي عشان العيب بتاع الناس، ده العيب بتاع الناس، إنما الحرام بتاع ربنا. فهو تحويل الإنسان 30 يوم بعلمك يعني إيه حرام مش عيب. الزنا عيب ولا حرام؟ في بيوت يقول لك عيب، ما تاخدش واحدة ما تعرفهاش وتختلي بيها. في أب يقول له ده حرام، يجي رمضان يا أيمن يحرم عليك الحلال عشان تعرف إن إيه حرام. الزنا في غير رمضان حرام، والزوجة حرام في رمضان، الخمر حرام في غير رمضان، والمية حرام في رمضان، يحرم عليك الحلال فتعرف قيمة ربنا. طيب وده مستو لي أنا إيه؟ أنا أكون عبد. كل ما كنت عبد لله كل ما مركزك عالي جدا في نظر أهم نفسك. نقطة بقى. ليه؟ لأن أنا بعبد واحد بس اسمه ربنا بس، هو ده ولا نافع حد، هو ده اللي خاف منه ولا نافع حد. شفت حد ما عجبنيش مش ما بقى المجتمع على كده ابقى قليل الادب اطلاقا. بس لا انا بتكلم على ان المجتمع بقى مليان نفاق. يعني ايه مليان نفاق؟ الاقي نفسي قاعد في قعده ناس كلها ما بتحبش بعض وانا قاعد في وسطيهم. طب انت قاعد في وسطهم ليه؟ ما هم ناس مش خلاص قوم من وسطيهم. بص يا ايمن، رمضان تحريم الحلال هي العبوديه ذاتها. يعني انت في الصيام في الصلاه قد تتحول من عباده الى عاده العصر مش عارف كده، انما ال 30 يوم دول حاجه تانية خالص خالص. انت بتحرم عليك الحلال، الحلال حرام عليك. فده جميل جدا، ده اللي جه في بالي العيب والحرام. رمضان بينفذ القصه دي. يعني ايه حرام مش عيب؟ زي واحد والله العظيم يقول لي بقى نفطر يا راجل، عيب يا راجل. قلت له هي دي المشكله بقى. هل تعلم انك بتصوم عشان الكلمه دي؟ ان انا بصوم عشان عيب، عشان عيب انك تفطر. لا مش عيب، ده حرام. لو انت سليم حرام انك تفطر. وهناك فارق كبير بين الحرام والعيب. اتمنى يعني هو كل حرام عيب، لكن ليس كل عيب عيب حرام. لا يعني العيب بتاع البني ادمين، العيب ده مجتمع. طب ما انا لو جيت لك بمايو اسجل حلقه ما هو عيب. ما هو عيب. يعني العرف بيدينا صفات، لكن الحرام ده قصه تانية خالص. يعني لو قلنا ثلاث حاجات لازم ناخد بالنا منهم، نقول ثلاثه مثلا، ثلاثه في رمضان. ثلاث حاجات. أكلك ناخد بالنا منه، عبادتك، أخلاقك بس. على فكرة اللي بيتنرفز كتير بيضيع حاجتين، بيضيع هيجوع جدا، صحته هتنت وربنا يزعل منه. يعني صحته راحت وربنا زعلان منه، اللي هو طول ما هو ماشي. السنة اللي فاتت فاكر يوم واحد رمضان الساعة 10 الصبح رايح أخلص مأمورية كده، سيبونا بقى يا ابني، ده انت لسه، ده انت لو ايام عاديه ما فطرتش لسه، سيبونا احنا صايمين وطالع عنا وش. واحد رمضان الساعه 10 الصبح. ناس كتير يا ايمن ناسيه او ما تعرفش ان غزوه بدر كانت في رمضان. اللي بيسيبوا شغلهم بحجه انه صايم، اسف، غزوه بدر الكبرى كانت في رمضان، وحرب اكتوبر كان في رمضان. في رمضان الناس اللي بتعمل افلام او مسلسلات وتطلع في القهوه حرب اكتوبر الساعه 2 الظهر والناس عماله تشرب. والمسلمين صاموا. لا انا بتكلم على انه غلطه ساعات دراميه يطلعوا الناس بتشرب بتشرب ساعتين الظهر ساعتين الظهر في قهوه لا يعني طبعا مش مذاكرين تاريخ، بس مش مذاكرين. التاريخ شيء مهم جدا جدا، تاريخ جدا بس صعب. صعب طبعا، صعب جدا، بس التاريخ يعيد نفسه. بس صعب التاريخ، يعني التاريخ صعب جداً. انا بارى ان التاريخ يعيد نفسه أنا بشكل بحزن مزيد. جدا اما الاقي رجل محترم جدا وناسي ان التاريخ بيتكتب لكل واحد فينا. تاريخك بيتكتب يا ايمن، شئت
أو لم تشأ ناسي يعني يتصرف التصرفات المشينة اللي هو ممكن تكتب له في التاريخ. التاريخ ده خطير جدا يا أيمن، اسكت. نورت يا فندم، مش الله يخليك دائما ان احنا نكون في ضيافتك، يعني مش انت اللي في ضيافتك، الله يخليك. احنا دائما اللي بنبقى زي ما بيقولوا في معيتك، يعني نورتنا. بالعكس يا ايمن، انا عرفت، احنا قعدنا مده ما نسجلش عشان الكورونا وكده. ربنا يديك الصحه. انا عرفت قيمه البرنامج ده. ربنا يبارك فيك. يوم الخميس الساعه 5:30 و5 الاقي 20 30 تليفون، يا دكتور حسام الحلقه دي معاده. الناس حفظت، تخيل. يعني الناس عارفه ومذاكره كويس جدا، رغم ان مكتبه كبيره جدا. يعني احنا في في شرف ان الحلقه دي معاده. اقول له برافو عليك، فعلا شرف كبير. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا فندم، عود عليك الايام بخير. دائما دائما بتنور وتقضي رمضان جميل ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ويديك الصحه. استاذنا استاذ الكل، استاذ الدكتور حسام وما في، كان في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.